حسرتي ابوي وين راح؟ يكون طلع برا ابوي. يابا ليش؟ ليش مسوي بنفسي كذي مع العيني؟ ليش؟ ليش 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 كذي بالماي قاعد؟ يابا مو زين انك كذي تستمر. قوم قوم يا بعد عيني قوم قوم اسمع كلامي يابا قوم. مو زين كذي تحت الماي قاعد. ليش؟ ليش مسوي بروحك كذي؟ تعال تعال يابا تعال شوي شوي لا تزلق. لا تزلق شوي شوي. حلو حلو ماي ماي حلو حر حر حلو. تعال لا تستمرض. انت صديقة جود. ابوي ايش في قام يخربط يابا؟ انا جود بنتك يا حبيبي. ما في شيء لا يخربط ولا شيء لا توسوس. يلا روح اي دوامك. اي دوام ابوي قاعد يخرف من حكي. اي دوام. حلو ماي انت مرتي شفتي لا يخربط ولا شيء. كاهو عرفني. تعالي 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 تعالي. الو هلا امل دقيقه قربانك على امل. يلا طالعت لك طالعت لك حبيبتي. باي باي. هلا هلا ما ابي اروح. ما ابي ما ابي ما ابي قربانك علي. لا تحاكي يلا روحي. ما ابي ما ابي بس ما ابي ما ابي. بارك الله فيك ولاب الساعه اللي شفتك فيها. منصور قاعد ورا الحين خالتك جود بتي. محبوب الله يخليك دير بالك على ابوي عينك عليه لا يطلع مني ولا مني ما وصيك. حاضر ان شاء الله حياتك انت. بس السلام عليكم. عليكم السلام. هذا منصور ولدي شفتي كبر. ها ما شاء الله تبارك الرحمن كبران يا حبيبي كبرت. ايه شفت شو خالتي حتى انت ما شاء الله كبرانه صايره عيوز. منصور انشم ما علي جود ولدي قشمرته ثقيله مثل ويهه. حجيكي امي تكفين لا تنسين تاخذيني بالهده. اكرمنا بسكوتك الحين ويصير خير. يلا ماشي يلا مع السلامه. مع السلامه حبيبي. مع السلامه منصور الله يوفقك يما. أقول أم لا بقول لك شيء يا حبيبتي. أنا يعني ودي أتغير ودي أسوي شيء وماني عارفة شلون. مو قلنا لك هالحكي من زمان؟ إيه ما تسمعين؟ لا أنا بسمع كلامك هالمرة هذه بس عافية. أهم شيء إني أنا أشيل النظارة هذه متضايقة منها. ما أدري بغير شعري بوجهي ما أدري ما أدري. بس يا حبيبتي التغيير يبي له فلوس. أخذ قرض. عيل تدرين شلون؟ ها نروح الحين الدوام. اي نخلص كم شغله ونزرق انا وياك. لا لا الدوام لا ما صدقك نهد الدوام. لا لا نروح الدوام احسن. حبيبتي البنات وهذه المتينه بالذات اي ما عندها غير البلعه. تخلص شغلنا نكرفهم شوي. هقين؟ ايش ورانا؟ اوكي يلا يلا. أخذ هذه الحبة. اسمعني أبيك تصحصح معاي ساعتين ساعتين بس فهمت؟ يلا هاك يلا خذها يلا شرب اشرب ماي. أحلى أحلى يلا يبا الله ياخذك إن شاء الله. لك يا الله شو هالعطلة الصيفية هاي؟ لا تروح ابني لا تروح. شو هاي؟ بعدين هن راح ياخذوا واحد ثاني بدالك اذا غبت، انت لا تروح خليك نايم، شو هي دورة خاصة لحتى تمشيها على كيفك؟ ناس وقفت بالدور يومين ثلاثة لحتى بالليمون مو زين، طيحت له بالليمون هذا قاعد تاكلينه مو زين. شو اسوي؟ نساتي على الليمون. يا ابني دورة اللغة بعدين كيف
شو مسوي غدا؟ تو الناس الحين ما طبخت، بعدين جاي مبكر مو عوايدك. الصراحة قاعدة أفكر بالموضوع. اللي هو؟ يعني ما أدري، أحس إنه مو حلوة إن أمي عايشة كذي بروح. إيه؟ عاد قلت أنا يا نروح نقعد عندها يا إيه تقعد عندنا، هم بعد نوفر فلوس الأجار. سامي لا تجنني، أنت تدري إن أنا وأمك إني وعطبة. إي الله يهداك، يعني أمي مرة عودة، إذا إحنا ما تحملناها منو بيتحملها؟ وبعدين قلت لك يعني راح نوفر أجار. ما تقولي شلون بنوفره؟ مو أمي إذا جت عندنا راح أجر البيت، فلوس البيت أدفع أجار الشقة، كذي إحنا نوفر. هم نعطيك يعني نص. إذا كذي أنا موافقة. يعني خلاص أفتح معاها الموضوع؟ إيه، بس لازم تقعد مع فجر بغرفتها، شقتنا على قدنا. أنا قايل زوجتي حبيبتي ما ترد لي طلب. إيه بس إن شاء الله ترضى عاد. لا راح ترضى، بس هم أنت يعني لازم تدقين عليها وتكلمينها، هذه أمي. أكلمها؟ لا حبيبي الحين إذا تبين أروح لها البيت أروح لها. إيه أكيد بتروحي لها، دام السالفة فيها فلوس زي ما تبيعين عيالك. خلاص بعد يومين بستلم كل شيء، إن ما خليتك باربي ماكو أمل. إي والله أنا أبي مشعل يحس فيني ويشوفني. واي ترى أديتينا مشعل، ومشعل الديرة ترس ريايل، يمكن ينصيبك غير. لا حبيبتي أنا أبي مشعل وبس. بس كيفك، أنا اللي علي بخليك قمر، إن شاء الله عاد يشوفك ويلتفت لك. إن شاء الله. مشعل ايش فيك؟ اهدى لا يوقف قلبك، ولا تدري شلون؟ اعطيني انا كلمه. لا انا رد شنو انت ترجين. الو الو جود، انت رحتي الدوام ولا لا؟ ايه. ليش؟ لاني تذكرت زين ما اخذ سياره محبوب وطالع فيها، يعني معناته ما في احد يوصلك. ايه صح، علشان شي لما توهق دقيت على رفيجتي امل، ما عندي سياره، هي إيه اخذتني عشان توديني الدوام. خوش يلا يلا في امان الله. الو 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 لحظه مشعل. هايبه انت داق بس علشان تطمن اذا انا رحت الدوام ولا لا؟ ايه اكيد. اقول مشعل الحين انا ورفيجتي امل طلعنا نخلص بعض الاشياء عشان نرجع الدوام، بس قلنا قبل نرجع الدوام نروح نتريق في مطعم، ايش رايك تتريق ويانا؟ ايه مو غلط. زين وين اتلاقى وياكم؟ مطعم ابو لبنه. تعرف هذا مطعم ابو لبنه؟ اللبنه اللي يحط فيها زعتر ونعناع حلو، اللي احنا نحبه كلنا. هذا هو هذا هو المطعم. عن طريق مع السلامه. بياك اللبنه وياي فيها. يلا يلا. بياك اللبنه. أنا أدري إنك تحبني، مستعد تسوي أي شيء علشاني. أنا شنو سويت؟ الظاهر مفعول الحبة خلاص. أنت سويت كل خير. شوف، هذا توكيل عام أنت سويت لي، وهذا التوكيل راح أخذ كل شيء. بس اسمع، ما أبي أحد يعرف أن أنا وأنت رحنا المحكمة، زين؟ عشان تعرفين أن أنا أحبك. أدري أنك تحبني، ما أبي أحد يعرف، ترى زعلان منك. ها؟ زين، شنو تبي الحين أجيب لك؟ ماي. ماي. بس ماي بعد عمري؟ ماي. خلاص. ماي. خلاص خلاص خلاص، الحين أجيب لك ماي وأعطيك حبة بعد.
أبي ستيك وأبي حمص ومتبل وشوربة وسلطة جرجير. شنو كل هذا بتاكلينه؟ إيش المشكلة؟ مال عمك لا يهمك. وبعدين مش على عازمنا عدل؟ عدل بوي عدل. أمري وتدللي اللي تبين حاضر. إلا مش على ما قلت لي عندك إنستغرام وتويتر؟ شنو تبين فيها السوالف هذه؟ شنو شعليك منه؟ إيه عندي عندي. عادي أضيفك؟ أعطيني هذا تليفونك. إيه تفضل. شنو تويتر إنستغرام؟ أفني زين. تحطيني تويتر تحطيني إنستغرام. والله العظيم أمل. أنا بعتها بشتغل اليوم. إن شاء الله عندك 2000 متابع؟ إيه طبعاً كلهم شباب. لا شباب وبنات يعني مخلوطين. يعني وين هم هني البنات كلهم هني؟ يعني هم شنو يعني موجودين هني كل بنات يحاجونك؟ لا بنات وشباب خلي فهمت. هذيل وضعهم كلش قاعده في ديوانيه فيها بنات فيها شباب كبار صغار نسولف. يعني انا ادري يعني 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 شو تسولفون عنا بالهذا؟ نسولف سوالف عاديه في الاقتصاد، في الفن، في السياسه، في الثقافه. يعني يعني هذول اللي حاجون يعني تحرشون يعني البنات يعني تحر يغازلون يعني؟ من صدقش انتي؟ ما عليك منها مشعل، ما تعرف شيء. عيل لو تشوفين سناب شات شو تسوين؟ منو شنو يعني؟ ما اعرف. سناب شات يعني فيديو. سناب شات سناب شات؟ تكلمين فيديو وتحطين فيديو. ويكلمونك البنات سناب شات؟ اكيد. خلاص انا بعلمك على كل هالبرامج، ايش تبين؟ انت عندك سناب شات؟ يلا سامي يعنى. ما انا ما شغل باكل. لا 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 ابوك عيب يا ولد. يه 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 شلكل الطيب. انا مو قايله انك تجيب لبن. نسيت ابي لبن. يبا زين ذكرتي. يبا اللبن مو زين بعد الاكل يعني بعد العيوش. انت وراك دراسه وقتها راح تنام. اسمعني. لا ما شاء الله ابي لبن. يلا عاد عن الدلع بسكر. يبا. فجوره يبا. هلا يبا. عندي لك خبر. شنو يبا؟ إديدة راح تيجي تعيش عندنا هني بالبيت. أنت كلمتها؟ لا بروح أكلمها. ها؟ أشوفك إنك مو مستانسة. هادي يبا. ها؟ تبونها تعيش عندنا بالبيت ولا لا؟ عادي يبا. في شي يبا؟ في شي؟ ما في شي. شنو؟ أكلي. إن شاء الله. جبتك المستشفى عشان اطمن عليك وطلع عندك نزيف براسك الحمد لله انت الحين ما فيك شيء. اللي صار؟ اللي Thank you.
Thank you.